السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية، أهلا ومرحبا بيكم، معكم مستر طالب بنا من قناة إيزي إنجليزي. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع يونت 16 بارت 1، وحلقة الجرامر هتكون خاصة بزمن الباست بيرفكت سيمبل، زمن الماضي التام البسيط. نبدأ كده مع بعض the past perfect simple tense، زمن الماضي التام البسيط. أولا إحنا لازم نبقى فاهمين الكونسبت بتاع أو إحنا ليه بندرس الباست بيرفكت. حضرتك احنا بنحتاج طبعا التايم لاين عشان نوضح عليه احنا بنتكلم في ايه بالظبط، علشان نقدر نوضح فكرة الباست بيرفكت. انا دلوقتي عندي التايم لاين اهو، الان ده الناو الان، فيوتشر المستقبل وباست ده الماضي. لما يكون عند حضرتك حدثين حصلوا في الماضي احنا بنستخدم الماضي التام، وهو بيكون الحدث الأبعد من الآن اللي هو ده، يعني نقدر نسميه الماضي البعيد. الماضي البعيد، طيب يعني أنا لازم يكون في عندي حدثين، هو غالبا بيكونوا حدثين، يا إما حدث وتايم إكسبريشن وبيكون الحدث ده حصل قبليه، تمام؟ فبالتالي يعني ده هيكون مثلا تايم إكسبريشن، زمن تعبير وقتي، يعني مثلا الساعة واحدة قبل الساعة واحدة قبل الساعة اتنين، والحدث التاني هو ده اللي بيكون الماضي البعيد أو الماضي التام اللي احنا بنتكلم فيه. طيب هو السؤال اللي احنا كنا لسه سألينه من شوية، لازم يكون في حدثين؟ احنا قلنا لو ما فيش حدثين فإذا هو حدث واحد، طب استخدم الماضي البسيط اللي هو الباست سيمبل أو السيمبل باست، يبقى انت ما انتش محتاج الماضي التام أو الماضي اللي احنا بنقول عليه أو سميناه كده بس عشان نبقى فاهمين، الماضي البعيد. طبعا هو مش مسمى كده ولكن احنا بنسميه كده علشان نسهل بس على بعض الشرح. يبقى لو انا عندي حدث واحد استخدم الماضي البسيط السمبل باست، لكن لو انت عندك حدثين بتستخدم واحد البعيد خالص هيكون باست بيرفكت، والقريب من الان هيكون باست سمبل. تعالوا كده نشوف مع بعض. على سبيل المثال I slept، وهنا I had watched TV. يبقى عايز اقول مثلا قبل ما نمت انا شاهدت التلفاز، أو شاهدت التلفاز قبل ما نمت، تمام؟ أو بعد ما شاهدت التلفاز أنا نمت، تمام كده؟ اللي يريحك بقى، يعني قبل أو بعد دي هنتعلمها إن شاء الله. أو time expression زي ما إحنا قلنا before 1 o'clock، يبقى أقول before 1 o'clock قبل الساعة واحدة أنا شاهدت التلفاز. فبالتالي أنت قبل time expression ده أو قبل الوقت المحدد ده اللي في الماضي أنت اتفرجت على التلفاز. يا إما تاني هنراجع بسرعة كده، يا إما هتقول بعد ما شاهدت التلفاز نمت، أو أنا نمت. لو أنت هتبدأ بأنا نمت هتقول أنا نمت بعد أما شاهدت التلفاز، يبقى برضو بعد، تمام؟ لو هقول قبل هقول قبل أما نمت شاهدت التلفاز، أو شاهدت التلفاز قبل أما نمت. شوف بقى كل دي هتلخبط شوية في الأول، لكن مع الحفظ إن شاء الله الموضوع هيبقى بسيط وسهل. تعالوا كده نبدأ ونشوف بيتكون من إيه. had plus past participle، had زائد التصريف التالت، الموضوع سهل جدا. زي أهو مثلا المثالين اللي فوق، I had watched TV before I slept. أنا شاهدت التلفاز أهو، أنا شاهدت التلفاز قبل أما نمت، before I slept، ده اللي إحنا كنا بنقوله من شوية. أو مثلا I had watched TV. I had watched TV. انا شاهدت التلفاز before 1 o'clock قبل الساعه الواحدة، ادي اهي. واقدر ابدا before 1 o'clock I had watched TV، ما فيهاش مشكله، بس لو هبدا ب before هحط كوما في النص، تمام؟ لو هبدا ب before هبدا بالtime expression اقول before 1 o'clock احط كوما اقول I had watched TV. ادي الاسلوبين اللي عندي. طبعا انا عندي اكتر من رابط هنتعلمهم ان شاء الله واحده واحده مع بعض. نبدا هنا مع الاستراكشر. The past perfect tense، زمن الماضي التام. التكوين قال لي الaffirmative statement، الجمل الخبرية، أنا بستخدم أي subject plus had، واللي ممكن تبقى apostrophe دي اللي هي اختصار لهاد. هفرق ما بينها وما بين would، إن would بيجي بعدها فعل في المصدر، وإن had بيجي بعدها past participle التصريف الثالث للفعل. He had done his homework، هو فعل واجبه، before he watched TV، قبل ما يشاهد التلفاز. They had their lunch after they had their lunch، هم تناولوا الغداء after they had studied English، قبل ما يذاكروا انجليزي. بعد ما ذاكروا انجليزي، انا اسف جدا. طيب يبقى they had their lunch، هم تناولوا الغداء، ده الاو ده 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 الباست سمبل.
خلي بالك ان هاد هنا past simple ما هياش past perfect، لان هاد بس بمعنى يتناول، وهنا after بعد they had studied English بعد ما درسوا انجليزي، يبقى هم درسوا انجليزي الاول وبعدين طبعا تناولوا الغداء. ده الماضي البعيد اللي حصل في الاول على التايم لاين. لو احنا رجعنا للتايم لاين يبقى الجملة واضحة جدا، they had their lunch، هم تناولوا الغداء، وخلي بالنا قلنا ان had دي بمعنى تناول، الماضي من have، فده past simple عادي، هم تناولوا الغداء after بعد they had studied English، يبقى اللي حصل الأول ذاكروا انجليزي وبعدها هم زي ما احنا بنقول تناولوا وجبة الغداء. تمام، ننزل للنيجاتيف ستيتمنتس، الجمل المنفيه، عندي سبجكت بلس هادنت، عادي جدا بحط نوت بعد هاد، والباست بارتيسيبل يبقى كما هو، ما فيش حاجه اسمها يعود الفعل المصدر. زي I hadn't watched TV before I finished my homework، انا ما شاهدتش التلفاز قبل اما اخلص، او قبل ما خلصت يعني واجبي. جميل جدا، انا ما شاهدتش التلفاز قبل اما يعني انهيت واجبي. تمام، نستكمل الجزئية اللي بعد كده في الـ interrogative، صيغ الاستفهام تبع طبعا الـ yes no question والـ wh question. الـ yes no question أنا ببدأ بـ had plus subject plus past participle plus the rest of the question، باقي سؤال لو فيه، plus طبعا the question mark. Had you finished everything by 5؟ هل أنهيت كل شيء بحلول الخامسة؟ يبقى أنا عندي الـ time expression أهو by 5 o'clock طبعا، خامسة اللي هي الساعة الخامسة. Had she studied English well؟ هل هي ذاكرت انجليزي كويس؟ Before، قبل her exam، قبل امتحانها. ادي برضو time expression before her exam، هنا مفيش past simple ولا حاجة. جميل جدا، في WH question طبعا عندي ال question word او WH question word، كلمة الاستفهام plus had plus subject زائد الفاعل plus past participle زائد التصريف الثالث للفعل plus the rest of the question زائد باقي السؤال وعلامة الاستفهام. What had، ادي 1 2 3 4 5 6، ادي 6 خطوات، 1 2 3 4 5 باقي السؤال وعلامة استفهام رقم 6 اهو. What had they bought before traveling، ماذا هم اشتروا قبل السفر. هتلاحظ ان before او after لما بيجي بعدها اسم بيجي متضاف له ing، يعني فعل بنضاف له ing اللي احنا قلنا عليه gerund، وده برضو بيبقى time expression، قبل السفر، قبل السفر، قبل الذهاب إلى السينما، زي هنا where had you gone، أين ذهبت، before going to the cinema، قبل الذهاب إلى السينما. جميل جدا، نستكمل مع بعض الاستخدام الـ usages اللي احنا قلناها في الأول على التايم لاين. يعبر هذا الزمن عن حدث تم قبل حدث آخر في الماضي، الحدث الأول هو الماضي التام اللي هو الماضي البعيد طبعا، الأول اللي هو في الماضي البعيد، والحدث الثاني هو الماضي البسيط. It expresses an action that happened before another one in the past. يستخدم مع الـ time expressions دي يا جماعة، أو الـ time connectors دي، مهم جدا، ودي حفظ حفظ حفظ. After أو as soon as، after اللي معناها بعد، أو as soon as اللي معناها بمجرد أن، بيجي بعدهم past perfect، ويجي بعدهم الجملة التانية past simple. طبعا لو جم في الأول بيفصل ما بينهم comma، ودي مهمة جدا وخلي بالك بنتحاسب عليها. لو جم after و as soon as في النص، الثابت بعدهم زي هنا كده بالظبط past perfect. يبقى أنا لو قصيت الحتة دي أهي تنزل هنا بالظبط، يبقى after as soon as ثابت بعدهم past simple past perfect، وال past simple بقى يجي قبلهم أهو. تعالوا نشوف مثال. After he had parked his car، بعد ما ركن سيارته، he went to work، ذهب إلى العمل. تمام، يبقى الحدث الأبعد هو ده اللي حصل الأول في الماضي، هو ده. تمام، he had breakfast، هو تناول وجبة الفطار، as soon as، بمجرد أن he had washed his face، بمجرد أن غسل وجهه. الحدث الأبعد هو أهو had washed his face، وطبعا had هنا قلنا إيه past simple، خلي بالك تناول، he had breakfast، وبعد كده as soon as بيجي بعدها ال past perfect. دي حفظ ما فيهاش كلام، لازم ابقى حافظ التقسيمه دي والتوزيع اللي معايا. نستكمل before و by the time و when. before معناها قبل، by the time برضو معناها قبل، و when معناها عندما. past simple past perfect هم عكس after، عكس after.
يبقى انا بحفظ واحده منهم والباقيين العكس، او بحفظ الاثنين اللي فاتوا، انا بحفظ الاثنين اللي فاتوا اللي هي after و as soon as، وهعرف ان before و by the time وين عكسهم. ومفيش مانع طبعا ان انا اكتبهم على جنب كده اول لما اخش اللجنه، او اول لما اواجه السؤال ده اكتبهم على جنب كده حتى بالاسهم، بحيث ان انا افكر نفسي في ورقه الامتحان. past simple tense وبعد كده past perfect. طبعا لو جم في الاول زي ما اتفقنا بنحط ما بينهم الكوما، لو جم في النص before و by the time و when بقص الحتة دي كلها كده، يبقى جاي بعديهم past simple اهو، والpast perfect ينزل قبلهم اهو. يعني before he arrived، قبل ما وصل، his uncle had left for منصورة، عمه كان غادر للمنصورة، يبقى ادي الحدث البعيد اهو. he had visited his uncle، هو زار عمه، ودي الحدث البعيد. but the time he wrote the letter، by the time، قبل، او زي ما احنا قلنا قبل ان هو يكتب الخطاب، زار عمه قبل ما يكتب الخطاب. when، عندما، we arrived، عندما وصلنا، at the station، في محطة القطار، the train had left، القطار اصلا كان غادر، يعني مشي قبل ما احنا نيجي بدقيقتين ثلاثة، لان ده الحدث الابعد اللي حصل الاول. لاحظ انه في حالة عدم وجود فاعل بعد before وafter، يعني مفيش فاعل بقى وفعل وتبقى جملة منتظمة، احنا بنستخدم فعل متضاف له ing بعدها، اللي هو بيكون قلنا اسمه الجيرند ويحول الى اسم. تمام، يعني after parking his car، قبل ركن سيارته، شفت احنا قلنا ركن. تمام، سوري برضو انا مصمم اقول after، بعد ركن سيارته، after parking his car، بعد ركن سيارته، he went to work، هو ذهب للعمل. before watching TV، قبل مشاهدته للتلفاز، he had started his lesson، هو ذاكر دروسه. يعني طبعا انا اكني before هعتبر ان بعدها past simple، لكن ده طبعا مش past simple، احنا قلنا ده اسم متضاف له ing، وبنعتبره على بعض كله اكنه time expression، فبالتالي يبقى اللي بعدها past perfect. هنا بقى after بيجي المفروض بعدها past perfect past simple، ولكن ده برضو مش past perfect، ده time expression، او هنعتبره انه time expression اللي هو verb متضاف له ing. الناحية التانية يبقى past simple زي ما انا حافظ، يبقى after هعتبر اكن دي past perfect، يبقى الناحية التانية past simple، هعتبر اني بعد before قبل دي past simple، والناحية التانية تبقى past perfect، لكن هما هنا الاتنين time expression، او هنعتبره noun، او اللي احنا بنقول عليه gerund اللي هو verb plus ing، واحنا شرحناه على فكرة في حلقات قبل كده. نستكمل الجزئية دي. until و tell اللي معناهم حتى، ما بنبدأش بيهم الجملة، هما بيجوا في النص، وغالبا بيكون قبلهم ماضي بسيط منفي، يعني هتلاقي didn't plus verb infinitive، او هتلاقي wasn't plus past participle، weren't plus past participle، اللي هما بيعبروا عن الباسيف احنا واخدينه طبعا الباسيف وعارفينه قبل كده، فهيبقوا wasn't أو weren't plus past participle دول passive، لكن didn't plus infinitive ده هيبقى past simple عادي، ولكنه في صيغة النفي، ويأتي بعدهم past perfect، والاتنين طبعا معناهم حتى. الكلام ده برضو لازم أحفظه. he didn't watch TV، هو ما شاهدش التلفاز until، حتى إيه الشرط يعني ما ذاكرش ليه؟ he had done his homework، ما اتفرجش قصدي على التلفاز ليه؟ he had done his homework، حتى فعل واجبه، يفعل واجبه الأول وبعدين يشاهد التلفاز، فهو ما اتفرجش على التلفزيون حتى أنهى واجباته. تل نفس القصة، the car wasn't sold، السيارة ما اتباعتش أهي، فده passive يا جماعة، passive منفي. تل حتى he had repaired it، حتى صلحها، قام بتصليحها. because و as، because بيجي بعدها السبب، والسبب بيكون في الماضي التام، واللي قبلها النتيجة بتكون في الباست simple، لأن طبعا الماضي التام بيكون حصل الأول، فبالتالي السبب بيكون حصل الأول، والنتيجة بتاعته طبعا بتكون باست simple، وهي الأقرب للآن، الأقرب لدلوقتي، اللي هو الباست simple الماضي البسيط. إزاي؟ مش فاهم، تعال نشوف. علي was tired، علي كان متعب. because، ليه هو متعب؟ إيه اللي حصل قبل ما يحس هو بالتعب؟ إيه اللي حصل في الماضي البعيد؟ he had worked hard، هو اشتغل بجدية. نادية succeeded، نادية نجحت. as برضو هي as، هي بعدها السبب في past perfect، هي نجحت ليه؟ ايه اللي حصل قبل ما تنجح؟ ايه التعب اللي تعبته؟ she had started hard، هي ذاكرت بجدية. جميل جدا.
تعالوا نشوف so و that's why. so بيجي بعدها النتيجة، ودي هتكون عكس عكس because و as، عكس because و as. هيجي بعدها النتيجة لذلك، ويجي بعدها النتيجة وقبلها السبب والحاجة البعيدة. علي had worked hard، علي اشتغل بجدية. ايه بقى النتيجة؟ so لذلك، he was tired، هو كان متعب. نادية had studied hard، نادية ذكرت بجدية. That's why، لذلك she succeeded. هناك هتيجي بعدها ال past simple. The past perfect is used to describe an action that happened before a specific time in the past. ادي ال specific time واللي احنا بنقول عليه time expression. انا قلت قبل كده ان احنا طبعا مثلا before studying، before going home، دي احنا بنعتبرها، او after studying احنا بنعتبرها time expression، يعني اعتبرها time expression بس عشان ما تلخبطش نفسك. لكن انا فعلا ممكن يجي time expression زي كده يستخدم الماضي التام ليصف حدث تم في الماضي قبل وقت محدد في الماضي، زي مع by و before. لو هيجي معاهم وقت بقول by و before، وبيجي بعدهم وقت محدد في الماضي، وبعدين الجملة التانية ماضي تام، لان احنا عارفين ان before بشكل مباشر بيجي المفروض معناها ماضي بسيط، فانا هعتبر ان ده الماضي البسيط، وبعدين هنعتبر بعدها الماضي التام. by 2000 بحلول عام 2001، أو عند عام 2001 my uncle had built his house. بحلول عام 2001 my uncle had built his house، عمي بنى بيته. before my last birthday، قبل عيد ميلادي الأخير، I had bought a bike، أنا كنت اشتريت عجلة. تمام، بالفعل يعني خلاص الموضوع حصل بالفعل يعني قبل عيد ميلادي. تمام جدا، نستكمل مع بعض جزئية الـ right corner. هتجيلي ازاي في الـ right؟ نادية had cooked the food by the time her visitors arrived. نادية طبخت الطعام by the time her visitors arrived. ادي by the time عندي اهي، وجاي بعدها past simple وقبلها past perfect. استخدم after، انا عارف اني after، وكاتب لي ايه capital، خلي بالك بعمل الـ capitalization، مادام capital يعني بيقول لي ابدأ بيها. طيب انا حافظ اني after past perfect past simple، يبقى انا هعمل ايه في الجمل؟ مش هعمل اي تغيير على فكرة، لان هي بدأ اهي past perfect، فانا هقول after Nadia had cooked the food، هحط بس كومة لان انا بدأ بالرابط في الاول، her visitors arrived. بس عند استخدام after هنحذف by the time من وسط الجملة، ونأتي بجملة الماضي التام بعد after ثم جملة الماضي البسيط. طيب as soon as she had cleaned the flat، as soon as she had cleaned the flat، بمجرد انها نظفت الشقة، she listened to the radio، استمعت الى الراديو. استخدم before، وبرضو جايب لي البي كابيتال يعني بيقول لي ابدأ بيها. طيب انا حافظ ان before past simple بعد كده past perfect، as soon as جاي بعدها past perfect و past simple، لا اعكس بقى. يبقى اقول before she listened to the radio، قبل ان تستمع للراديو، she had cleaned the flat، هي نظفت الشقة. تمام، انا حافظ هي، اتي بعد before ماضي بسيط ثم ماضي تام، وتحذف as soon as من الجمل. After Salma had studied her lessons, she went out. بعد ما سلمى ذاكرت دروسها، she went out، هي ذهبت إلى الخارج. تمام، بيقول استخدم until. المفروض إن أنا حافظ إن until بيأتي بعدها جملة ماضي بسيط منفية، وبعدها الـ past perfect. تمام، يعني هقدر أقول له إن سلمى ما خرجتش حتى هي ذاكرت دروسها. وانتل طبعا بتيجي في النص، هتلاقي حتى اليو سمول. فنقول سلمى didn't go out. أنا هبص على جملة الماضي البسيط اللي أنا محتاجها قبل until وانفيها. she went out، يبقى she didn't go out. until حتى she had started her lessons، يبقى نحذف after ونضع until ماضي بسيط منفي ثم ماضي تام بعدها. قبلها ماضي بسيط منفي وبعدها ماضي تام، زي ما بالفعل احنا عملنا. تمام، the train left، then Ayman arrived at the station. by the time، استخدم لي قبل. by the time احنا قلنا معناها قبل وبتساوي before، يبقى انا حافظ ان by the time بيجي بعدها past simple وبعدها past perfect. حلو، فين ال past؟ هو قال لي by capital. اه شكرا، يبقى هبدأ بها الجملة. by the time، هات لي جملة الماضي البسيط، Ayman arrived at the station، comma the train had left، القطار غادر. تمام، يبقى قبل لما أيمن يصل المحطة،
القطار غادر. First I watched the film. أولا أنا شاهدت الفيلم. Then I went to bed. بعدها أنا ذهبت للسرير. استخدم after. تمام، يبقى بعد ما شاهدت الفيلم، وأفتر جاي في الأول لأن إيه كابيتال. بعد ما شاهدت الفيلم أنا ذهبت إلى السرير. تمام، عندك حلين، يا تقول بعد ما شاهدت الفيلم يا إما تقول بعد مشاهدة الفيلم. ليه رايحك بقى؟ after I had watched the film لأن ده الحدث الأبعد، فأنا حولته من ماضي بسيط هنا لأن هو جايبه لي في الأساس ماضي بسيط، جايب لي الزمانين ماضي بسيط وأنا اللي بتصرف. After I had watched the film، بعد ما شاهدت التلفاز، I went to bed، ذهبت للسرير، وما انساش الكوما. أو بعد مشاهدة الفيلم، After watching the TV، أو After watching the film، I went to bed، ذهبت للسرير. نضع بعد after الحدث الأول في الماضي التام أو الفعل مضاف إليه اللي هو الـ ING، ثم الحدث الثاني في الماضي البسيط. Before going to school، قبل الذهاب للمدرسة، عادل had had breakfast، عادل تناول الفطار. يقول استخدم after، بعد. حلو جدا، انا عندي اصلا جملة had had هي اللي هي past perfect، فهقول له بعد ما تناول. after عادل had had breakfast، بعد ما عادل تناول وجبة الافطار، عايز بقى جملة الماضي البسيط. هتفك دي اعملها ماضي بسيط، هتفك دي تعملها ماضي بسيط، لان هو عاملها لي زي ما اتفقنا before زائد الايه الاسم متضاف له او الفعل متضاف له ing عشان يحول الاسم، اللي هي قبل الذهاب للمدرسه، فانت هتحولها past simple. هتقول له he went to school، يبقى after عادل had had breakfast هو ذهب للمدرسه، he went to school. تمام، نشوف الجزئيه اللي بعدها مع ال choices. يلا number one، by the time I arrived at the party، زي ما اتفقنا قبل اما اصل الى الحفله، ادي past simple، يبقى الناحيه الثانيه على طول past perfect. The singer، ايوه، had begun، مظبوط، هي الوحيده اللي موجوده تحت past perfect. When my mother space، قلنا when برضو معناها عندما، when بيجي بعدها past simple past perfect. تمام، هتلاقي الناحيه الثانيه هي past perfect. When my mother space the telephone it had stopped ringing، يبقى انا عايز هنا past simple. تمام، الإجابة reached الوحيدة اللي في تكوين الباست سمبل. He didn't أو he did not eat space he had washed his friends well, his hands well. هو ما أكلش حتى، إحنا اتعلمنا كده، ها، he had washed his hands well، حتى غسل أيديه بشكل جيد. تمام، حتى اللي هي يتلي until، أنا عندي until. Number four، after mother had been to the market، بعد ما ماما ذهبت إلى السوق أو كانت في السوق، she space our lunch. طيب حبيبي هنا عندي past perfect، يبقى الناحية التانية past simple، she cooked our lunch، غداؤنا، طبخت غداؤنا. By the time I، قبل أنا إيه 10 years old، 10 سنوات، I had learned to ride a bike، اتعلمت أركب الدراجة. يبقى قبل أن، إحنا by the time بيجي بعدها past simple. تمام، فين جملة الـ past simple؟ am ولا where ولا was ولا had been؟ where و was هما past simple. إيه اللي بيجي مع I؟ was، مظبوط. before المفروض إنها past simple والناحية التانية past perfect. before space the exam students had studied. قبل إيه؟ تمام، أيوه، طب في past simple هنا؟ had done؟ لأ. have done؟ لأ. would do؟ لأ. doing؟ لأ. انا اتعلمت اني ممكن بعد after و before يجي verb متضاف له ing، يبقى قبل اداء الاكزام، before doing the exam، مظبوط جدا. نستكمل مع بعض. number 7، they did not buy the new car because، هم ما اشتروش السيارة الجديدة لان، they space because، يبقى انا عايز بعدها السبب، because يبقى انا عايز بعدها السبب، والسبب بيكون الحاجة اللي حصلت الأول اللي هي البعيدة الماضي التام. because they had lost all the money، هي الوحيدة اللي past perfect، مظبوط. after بيجي بعدها يا إما past perfect يا إما فعل متضاف له ing. after space the experiment، بعد ما قاموا بالتجربة، he got the right results، هو حصل على النتائج الجيدة. هي في قبل بعدها فاعل، مفيش فاعل، يبقى هنا هحط الفعل اللي متضاف له ing before doing sorry after doing the experiment. تمام، she called the police، هي اتصلت بالشرطة، space
she had seen the thief. أنا عايز حاجة قبلها past simple وبعدها past perfect. By the time ولا as soon as ولا before ولا so. اللي بيجي بعدها past perfect وقبلها past simple as soon as. مظبوط، المفروض ان انا حافظ بمجرد ان. يبقى هي اتصلت بالبوليس بمجرد ان رأت اللص. Number 10. It's 10 o'clock now. الساعة 10 دلوقتي. By 7 o'clock. بحلول السابعة. This morning. هذا الصباح. أيوة. I إيه بقى؟ أيوة. I have got. ولا get. ولا had got. ولا to get. عايز ال past perfect. Had got. كده دي أسئلة ال choices كلها. نبدأ مع بعض ال rewrite. After Hala had bought a pair of shoes, she went back home. بعد ما اشترت زوج من الأحذية هي ذهبت للبيت. هلا طبعا بيقول استخدم before. لاحظ ان before small letter، يبقى انا عايزها في النص. حلو، before لما بتيجي في النص بيجي بعدها past simple وقبلها past perfect. past simple اهو وpast perfect اهو، يبقى حضرتك هتشيل after وتحط before في النص مكان الكومة وتبقى جملتك صحيحة اهي. هلا had bought a pair of shoes before she went back home. جميل جدا. Number two. First، أولا I booked a ticket، أنا حجزت تذكرة. Then بعدها I prepared my bags، حضرت حقائبي. يبقى after وafter جايبها لي capital. يبقى بعد ما عملت إيه؟ أنا عملت إيه؟ اللي حصل الأول، بعد ما حجزت التذكرة أنا حضرت شنطتي. يبقى after I had booked a ticket I prepared my bags، صح جدا. Number three بيقول استخدم by the time. When the man arrived at the station، لما الراجل وصل المحطة، the train had left، القطار غادر. أنا حافظ إني by the time بيجي بعدها past simple وبعدها past perfect. فين ال past simple أهو، وأدي ال past perfect. طب هي by the time عايزها في الأول؟ لا، للأسف عايزها في النص. يبقى أنا هجيب by the time هنا، ويبقى قبلها the train had left. By the time the man arrived at the station. مظبوط جدا. The train had left. By the time the man arrived at the station. القطار غادر قبل أن يصل الرجل إلى المحطة. جميل. The boy saw his father. الولد شاف والده. He ran away. جري أو هرب. As soon as. أنا حافظ إني as soon as بيجي بعدها past perfect وبعدها past simple. لكن هي جاية في النص، لما تيجي في النص يبقى قبلها past simple بعد كده as soon as وبعد كده past perfect. هتمشي ازاي بقى؟ اللي حصل ان الولد شاف والده وبعد كده he ran away، يبقى هقول the boy ran away، الولد هرب، as soon as بمجرد ان he had seen his father، بمجرد انه شاف والده. تمام، يبقى past perfect اهو، وادي الباست سمبل قبلها زي ما اتفقنا. because احنا اتفقنا ان because بيجي قبلها النتيجة وبتكون past simple وبعدها السبب وبيكون past perfect. he was happy his father gave him some sweets، هو كان سعيد والده اداله بعض الحلويات. يبقى انا محتاج اجيب النتيجة قبلها، يبقى هقول والنتيجة بتكون past simple، يبقى he was happy because هو كان سعيد، بس مش هقدر اقول هي بقى، انا ولا خليها هي، مفيش مشكله. هي was happy because هو كان سعيد لان his father، حولها لي بقى past perfect، had given him some sweets، وتبقى اجابتي مظبوطه. he was happy because his father had given him some sweets. انا كنت بقول مش هنقدر نحط هي على اساس ان في اسم في الجمله الثانيه، انا بس ما كنتش واخد بالي، على اساس كنا نحط الاسم دايما في الاول، فطبعا مفيش اسم، طلعت هي ماشيه هي كلها وهم يعني. تمام. after chasing the thief، بعد ما جري ورا اللص او زي ما نقول تتبعوا اللص، the police arrested him، البوليس قبض عليه. استخدم had. had دي يعني past perfect، يعني فكها لي، فك لي دي وخليها past perfect. يبقى after the police had chased the thief the police arrested him. تمام، او after they مش هتفرق يعني، after they chased، ولكن طبعا الافضل اقول the police. after the police had chased the thief they arrested him، يعني فك لي دي، فك لي النون ده، فهنخليه had chased.
الجملة اللي بعدها والأخيرة before he played the game، قبل ما لعب اللعبة he had trained hard، هو اتدرب بشكل جدي until حتى، يبقى أقول هو ما لعبش اللعبة إلا لما اتدرب، حتى اتدرب يبقى هقول he didn't play the game until he had trained hard، until he had trained hard. He didn't play the game until he had trained hard. تمام. احنا مع اخر جملة دي بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا. يا ريت ما ننساش لايك وشير وما نحرمش الغير. اتمنى ان شاء الله نكون فدتكم. كان معكم مستر طالب انا من قناة ايزي انجليزي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.